بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل السلام وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ياسين أبس ستاف. النهاردة إن شاء الله هنتابع المحاضرة رقم 12 من محاضرات تعليم الجي ديفولبر، كلنا هنتعلم الجافا. النهاردة هنتكلم عن الكلاس، يعني ايه كلاس، بس بشكل مثال بس صغير، وتعريف الجي في ام او الجافا فيرتشوال ماشين، ونتعرف ازاي بيتعمل كومبايل ويتحول الملف من ملف سورس كود الى ملف دوت كلاس. هنبص ده طبعا المنظر اللي قدامي ده اللي هو سورس كود بتاعي، ده اللي كتبت فيه الاكواد اهو، البلوك بتاعي او ملف الجافا، ودي علامة الجافا، وهنا عملت مثلا كلاس اسمه كيبورد دوت جافا، ده سورس كود دوت جافا. اول ما بعمل له كومبايل بيبدا ايه، بستخدم الجافا كومبايلر، بيبدا ياخد الكومبايلر اهو، ده شكل الكومبايلر، يبدا يترجم الاكواد بتاعتي عشان يحولها لي للجافا ران تايم. فبص الاقي ايه، حوله لي داخل بيئه اسمها جافا فيرتشوال ماشين. وايه الجافا فيرتشوال ماشين؟ دي تقنيه حديثه وعاليه جدا داخل الجافا، بتمكنني ان انا اقدر بعمل بيئه تشغيل خاصه بالجافا. انا بنشئ هنا بيئه التشغيل دي بتاع الجافا بس، فهو بيروح داخل واخد الابليكيشن المعمول بالجافا بيدخله جوه الجافا فيرتشوال ماشين، وبالتالي انا ما بيهتمش بايه نوع او طبيعه بيئه العمل او الاوبريتنج سيستم اللي هو شغال عليه. يعني مش هيفرق بقى اذا كان شغال على لينكس او على ويندوز او على اي اوبريتنج سيستم تاني، هو الجافا بياخد الابليكيشن بتاعه بيرنه ويشغله جوه جافا فيرتشوال ماشين، او بيعمل زي فيرتشوال ماشين يعني جهاز وهمي، يعني بيعمل اوبريتنج سيستم وهمي او نظام جهاز وهمي بيشغل جواه الابليكيشن، ما بيهتمش بايه نوع الاوبريتنج سيستم اللي شغال عليها. فهنبص بقى عندي هنا الكلاسات بتاعتي جوه الابليكيشن دي كلها، ما تيجي تشتغل او يطلع الابليكيشن بتاعي يشتغل، بيشتغل جوه بيئه الجافا فيرتشوال ماشين اهو، والجافا فيرتشوال ماشين هي اللي بتاقلم نفسها على الاوبريتنج سيستم اللي هي شغال عليه. فهنلاقي ان الكلاسات والابليكيشن بتاعي اللي معمول بالجافا بيشتغل جوه الجافا فيرتشوال ماشين. اما اجي ابدا اعمل كلاس، ببدا اقول له كلاس واسم كلاس اهو بالمنظر ده عشان ابدا اصمم كلاس جديد، وابدا اعمل البيجن وابدا اعمل الاند. ما ننساش دايما السيمي كولوم، مهمه جدا في نهايه كل جمله برمجيه. فهنا في الجزء بين البيجن وبين الاند بكتب البرامج بتاعتي الميثودز كلها او الفاريبلز او المتغيرات اللي انا هستخدمها في المشروع. هنا شويه تعريفات، بنقول ان الاوبجكت هو عباره عن انستنس فروم ذا كلاس، يعني في الميموري، يعني انا الاوبجكت هو ايه، هو نسخه من الكلاس بس ايه بتكون في الميموري، يعني ما بتتخزنش على الفيزيكال هارد ديسك. الكلاس هو تمبلت للاوبجكتس، يعني برضو مظبوط، يعني ان الاوبجكت كل الاوبجكت اللي قدامي، مثلا عملنا شفت المثال بتاع السكرين، هلاقي كان عندي مثلا 10 ال سي دي سكرين بس كلهم جايين منين، من كلاس معين. فالكلاس هو تمبلت ليه، تمبلت للاوبجكتس. كمان الكلاس انا بستخدمه ليه، فاكرين ما قلنا ان الكلاس بدل ما بستخدم ملف ضخم فيه كل البرامج، واحيانا بتبقى العمليه البرمجيه معقده، فبدا ايه استخدام الكلاس بدا يعالج لي مشكله التعقيد جوه كتابه البرمجيات والكود بتاعي. تعالى نعرف هنا، نشوف لما نيجي ناخد كلاس من كلاس او نعمل انستنس اوبجكت من كلاس. فعملت هنا مونيتور سميتها سامسونج مثلا، فقلت له ايه، عشان الشاشه بتاعتي نوعها سامسونج على فكره، فانا قلت له ايه مونيتور سامسونج. كده انا عملت اوبجكت من كلاس، وبعدين ببدا اقول له ايه، ابدا اعمل لي انيشال الكلام ده كله في الميموري.
راح اوتوماتيك راح عمل لي ايه، عمل لي كلاس اهو في الميموري، سماه لي ايه، سماه لي سامسونج. وقلنا جوه المونيتور كان في عندي اوبن وكلوز وكلر وريزوليوشن، فكان عندي مجموعه ميسج وبرامج موجوده جوه الكلاس. ففعلا اما جيت عرفت متغير او اوبجكت من كلاس، بدا ياخده زي ما هو بنفس الشكل، حطه فين، في الميموري. رحت معرف كمان، بصوا نفس الكلام اهو، ده مونيتور هو الكلاس اهو، فقلنا عباره عن تمبلت لايه، للكلاس للاوبجكتس. فرحت عامل واحد تاني اسمه توشيبا برضو من نوع مونيتور، وفي نفس الوقت عملت انيشال انيشالايز جوه الرامات. هبص ايه اللي حصل، راح عمل لي ايه، عمل لي ايه اوبجكت جديد اسمه توشيبا في الرامات. خلاص دلوقتي بقى عندي ايه، بقى عندي سامسونج ده عباره عن اوبجكت وارث من كلاس او انستنس من كلاس، فببدا اتعامل معاه عادي. في عنده مثلا برنامج اسمه ريزوليوشن بيظبط لي الريزوليوشن، عندي خاصيه او اتريبيوت اسمها الكلر بيظبط لي الكلر. اقدر اعمل الميثود اسمها اوبن والميثود التانيه اسمها كلوز، وبتاخد بارامتر تمام بالمنظر ده. نفس الكلام كان ممكن اعمل الكلام ده كله مع مين، مع الاوبجكت اللي اسمه تشيبا، مع اوبجكت اللي اسمه معرفش ايه. فكل الايه، كل الاوبجكت اللي انا خدتها من المونيتور اقدر اعمل فيها نفس الشغل كده. عشان اعرف كلاس باجي اقول له ايه، طبعا انا عملت كلاس سميته كلاس 2، وجواه ببدا قلت له ايه كلاس 1 سي ال اس. يبقى سي ال اس ده عباره عن اسم الاوبجكت واخد نسخه من مين، من كلاس 1. طيب وبعدين بعد كده طبعا ده عملت دي اسمها ديكلير ودي اسمها انيشالايز. ببدا اخد ايه، اخد الكلام ده كله ارفعه في الرامات. فعندي اول طريقه ان انا بعمل ديكلير لوحديها واعمل انستنس في الميموري لوحدي، او الطريقه التانية اللي بحط الاثنين في نفس اللاين. يعني بقول له ايه كلاس 1 اسمه الاوبجكت بتاعي اسمه سي ال اس، وده يساوي لنا نيو كلاس 1، ولازم احط القوسين دول في الميثود وفي الكلاس وفي كله. بس هنا هنلاقي ان ايه مفيش اي بارامتر، معناها ان الكلاس ده وهو بيتنشئ مالوش حاجه اسمها ايه كونستراكتور. يعني ايه مفهوش كونستراكتور؟ يعني ايه كونستراكتور؟ ان شاء الله لما تيجي المحاضره بتاع الكونستراكتور هنفهم يعني ايه كونستراكتور. يبقى هنا ما بياخدش ايه، مالوش بارامتر، وبالتالي مش محتاج، مالوش كونستراكتور. دي طريقه تانية بوريكم ان هو ليه كونستراكتور من نوع سترينج، لازم اديله كلمه عشان يشتغل الكلاس معايا. في الحاله دي لازم اديله كونستراكتور او اديله بارامتر يبدا يشتغل بيه الكلاس. وبكده عرفنا في المحاضره دي يعني الجافا فيرتشوال ماشين، وعرفنا ان الجافا نجحت بسبب ان هي ما بتهتمش ببيئه العمل اللي شغاله فيها، هي تقدر تشتغل تحت اي بيئه عمل. عشان كده هتلاقي ان كل الانظمه بتتعامل مع الجافا بسهوله، سواء كان في الديسكتوب ابلكيشن، في الويب ابلكيشن، في الموبايل ابلكيشن. فدخل تقريبا الجافا دخلت في معظم مجالات حياتنا التقنيه والتكنولوجيه. كمان هنلاقي عرفنا ان ازاي نقدر ناخد اوبجكت من كلاس، وعرفنا ان الكلاس هو عباره عن تمبلت للاوبجكت الموجود عندنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالمحاضره دي. واي استفسار واي سؤال ان شاء الله في انتظار حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.